عسلامة ومرحبا بالناس الكل. المنتخب الوطني التونسي قدامه حل واحد، ما همش زوز وما همش ثلاثة وما همش خمسة، يا اما تربح الماتش متاعك باش تتعدى عن جدارة وتكون في المركز الثاني، وإلا خويا باش تعدى بجنب الحدث وهسك وبرا روح من غادي. دونك جليل قادري، التصريحات متاعك وكلامك وخطة تكتيكية اللي باش تلعب بها وطريقة اللعب متاعك والملاعبية اللي موجودين على أرضية الميدان، بالنسبة لي أنا هذه كاري مسؤوليتك. احنا كجماهير تونسية نستنيو الفيكتوار متاع المنتخب التونسي، ما جيش الفيكتوار راك تحمل مسؤوليتك، لم بعد تقول لي والله عملنا اللي علينا ولا تقول لي حتى حكاية. به حسب الأخبار الساعة اللي قاعدة تجينا من الكوت ديفوار، مراسلين متاع الإذاعات والتلفز موجودين غادي، كل مرة تسمع معلومة. أول حاجة باش نحكيو على الشيما التكتيك اللي باش يلعب بيه المنتخب الوطني التونسي، بعد ما تعودنا فما 4-3-3 4-2-3-1، المرة هذه سي جلال قرر أنه باش يرجع ل 3-5-2. باهي، شخصيا نستحسنها الحاجة هذه، باش ما ننكرش ونقول ليه وما كروش وما يلعبش، ليه خويا نستحسنها. لكن اللي ما فهمتوش هو تواجد بعض الملاعبية اللي موجودين في التشكيلة الأساسية. لو مثال كي نحكي على لاكس سنترال، أنت باش تلعب بثلاثة، وشفناها احنا سيرتو معناها الفريق جنوب افريقيا يلعب برشا على التوزيعات ويلعب برشا على الترانزيسيون، ريت الانتقال من المرحله الدفاعيه للمرحله الهجوميه ومن الوسط وال30 متر الاخرانيه، يعود عينيك ما تشوف النور، تك 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 تلقاهم يوصلوا لك الكاج ما على بالهم حتى واحد. دونك لهنا الملاعبيه لازمهم يكونوا رابيد، هذه حاجه. اثنين، لازمهم يكونوا ملاعبيه مستنسين يلعبوا في اللاكس ولعبوا اكثر من مره في اللاكس، معناها كم لاعب يلعب ارير جوش ومن بعد ندخلوا للاكس. لهنا نقول لك يا جلايل راك قاعد، شو نقول لك خويا، راك انت تفهم وحدك شنو قاعد تعمل. تولينا كل كلمه عرفتك لازم نزنوها قبل ما نحكيوها على سي جلال، واللي انا مانيش قاعد نشوف راه في حتى كلمه معناها خارجه عن النص، ولا حتى كما يقولوا فيها من التنمر وكالموضوع نتاعها. باه، قلنا بالنسبه لينا راهو ثلاثه ملاعبيه، عندك الطالبي ياسين مرياح واللي قاعدين يحكيوا عليه هو علي العابدي. هي لهنا انا مش فاهم يا اخي، تسبخت بها الفورماسيون هذه ولا شنو؟ راهو هذه نجحت لك في مقابله كونتر مصر وربحت 3-1، هي لك الراي مش باش تنجح لك كل يوم. وهما وقتها الماتش هذاك نتذكروا بالذات، وقتها كانت نقطه القوه نتاعهم محمد صلاح اللي كان موجود على اليمين. دونك انت لهنا قويت، شنو قويت؟ لارير جوش نتاعك، خاطرك تعرفوا علي معلول بالناحية الدفاعية ضعيف شوية، وحطيت له ملاعب رابيد يكون طايح على جهة اليمين. دونك لهنا ما فماش علاش باش تعاود ترجع مرة أخرى يا خويا. كي حبيت تحط ثلاثة في اللاكس وأنا قلت لك راني بور الحاجة هذيا، يا خويا ماذا بينا نشوفوا جلاس يكون موجود في التشكيلة الأساسية، معناها كي تلقى جلاس معاه الطالبي ومعاه ياسين مرياح خويا حاجة تعمل كيف. باه، نجيو توا لارير جوش ولا لارير دروا. بالنسبه لارير جوش راهو صدقوني ساعات راهو ساعات تشوف تفاعلات راك تخدم بالسيف، خاطر وجدك الشريده راهو عدى أسوأ مقابله ليهم على المنتخب الوطني التونسي. خي تحب ولا تكره هذيك الحقيقه، راهو خي تحبوا نكذبوا عليكم، خي تحب ملاعب يبدا في وسط التيران لا علاقه وما قاعد يعمل في حد شيء، تحبني انا نجي نكذب عليك نقول لك ليه راهو باهي وراهو ينجم يكور ونجم يعاون المنتخب؟ ما نجمش يعاون المنتخب، خلينا نكونوا واضحين. باه، نجيو توا للبديل نتاعو اللي هو نورمالمون شكون باش يكون. نحكي على الماتش هذا، راه ما تحكيليش على جوالات ما فهميش، نحكي على الماتش هذا اللي هو يان فاليري. اللي ما يعرفوش يان فاليري، في الخمسه ماتشوات الاخرانيين قبل الكونفوكاسيون مع المنتخب التونسي منهم اربع ماتشوات سكسيسيف يعطي باس ديسيزيف. تعرفش معناها؟ معناها ارير دروا يطلع يعمل مونتي يعمل سونتراج يعمل روتري يعطي صاحبه يسجل هدف. هذا ما نجموش نشوفوهم احنا، وريت كي نقول هنا ما نجموش نشوفوهم خاطر ابارامون الاعلاميين مش عاجبهم. هاتوا تسمعوهم شنو قاعدين يقولوا ومن بعد نرجعوا نتفاعلوا مع الموضوع. بالنسبه للكشريده اللوجيك هو تعرف يقول انه يصير شونجمون في البوست هذا، اما المشكله في الروبلاسون، المشكله في الروبلاسون صحيح، المشكله في الروبلاسون اللي احنا الكل ماناش مالين يدنا منه. طب ليه الكلمه هذه سمعتوا شكون يتكلم قبل ما يحكي كمون؟ سي طارق سالم لعب دارجين في حياته، حتى المنتخب ظهر لي ما عرفتوش الجمله، جاي يحكي على الملاعب يكور في فرنسا وقاعد يقيم فيه ويقول له مال يدك منه. يا اخي شنو هي؟ فسروا لنا بالضبط يا اخي مشكلتكم على الملاعبيه اللي يلعبوا في البطولات الاوروبيه؟ يا اخي عندكم معاهم مشكله ولا مشكلتكم تحبوا تهاجموهم لا اكثر لا اقل؟ اتو نجيه الموضوع هذايا
خلينا نكملوا ساعه مع امين كاموش شنو باش يحكي على يان فاليري. معليش انت مازيام شو معليش هزينا كان دوجو هزينا كان سيان فاليري اللي هو اللي سيان فاليري مع بوتسوانا ما عطاناش حاجه كبيره يعني يلعب بالي تروا عشان التدريبه في النقطه هذه شو اسمه. انا بالنسبه لي حمزه المثوثي كان معناتها كان لازم يكون حل شوف على شكون يدافع حمزه المثلوثي الجوار الرهيب اللي يلعب اريال دروا باش تفهموا تعرفوا ما وجودهم في البلاتوات شنيا. واحد يسكن في حومته يحكي عليه لاخر جاره يحكي عليه لاخر ولد عم صاحبه يحكي عليه هذاك هما شنو مصلحه المنتخب في هذا ما فماش. المثلوثي هذاك جوار تعيط له وتخمت اصلا تخمم فيه باش تحطه انت في الليسته باش يمشي كاس افريقيا كيما انا هزينيه يضحك في وسط التيرا. نكملوا مع الملاعبيه قلنا ذي اريال دروا بالنسبه لينا نشوفوا اللي لازم التغيير يكون يان فاليري وراو اصلا هو كوجوده في المنتخب التونسي يحكي عليه خاطر مش بالمزيه تمدت له صحيح مع المنتخب التونسي ما وراش حاجه كبيره لكن اخويا بالكش الملاعب قاعد يتعدى بفتره ايجابيه وماذا بك تلعبوا تو بشوفوا شنو قاعد يعمل. مليو تيرا ما فيش برشا كلام وبرشا حديث بالنسبه لينا الصخيري والعيدوني هذاكم دو باس شكون قعد قدامهم يا ما باش يكون حمزه رفيعه والا باش يكون انيس بن سليمان كان باش يكون انيس بن سليمان راهو شوا ما هوش خايب لكن زادك باش يكون حمزه رفيعه راهو حاجه باهي على الاخر. النقطه الاخيره اللي باش نحكي عليها باش ما نكثرش عليكم الكلام هو الزوز اللي باش يلعبوا بعد الثلاثه اللي باش يلعبوا في الوسط هو انا كي نشوف 3 5 2 معناها تاع شنو هو معناها باش تلعب انت 10 وجول التالي وباش تلعب على الترانزيسيون والكونتر نقولوا المسميات كيف ما هي هكا لغه الكونتر اتاك والكونتر رابيد ليه يا خوي 10 وجول التالي والكونتر ولازمتنا نوصلوا للكاش باه الى هنا باش تكون باش توصل باش تكون شانيه الملاعبين اللي باش نجم توصل بهم هما خاصه اللي باش يكونوا موجودين القدام هكا الثنائي الثنائي ما لازمتوش يكون فيهم ملاعب ستاسيون هذه اول حاجه معناها الشوا نتاع جويني ناحيه على جنب قعد لك الشوا الثاني اللي هو شكونه اللي هو الجزيري يتخمم في ملاعب كيما الجزيري يطلب في لي زانترفال ويطلب في ظهر الديفونساريات في النقطة هذه النجم نوافقك فيها خاطر هذيك هي راه ما عندكش الشوار راني يعني كنقول يوم جزيري خاطر مكره اخاك لا بطل مش على خاطر انا نحب الجزيري ولا لازم يكون موجود انا نحكي على شيما تكتيك تعتمد على الترانزيسيون والكونتر باه اللاعب الثاني اللي باش يكون معاه اسكو باش يكون ملاعب كركار ما يجريش فوق ارضية الميدان اكيد ما يكونش اسكو باش يكون ملاعب يتمشى على ارضية الميدان اكيد ما يكونش معناها لازم ملاعب يكون دوي ويكون ملاعب رابيد في الملاعبين الرابيد اللي يلعبوا على الكولوار شكون النجم نحطوا ملاعبي ويكون نجح في البوست هذيك عندك ياما سيف الله بالطيف والا شو اسمه هو العاشوري به اسكو في هذا مزوز النجم نحط يوسف المساكني ما نجمش نحط تعرف علاش ما نجمش هدي ناس افهموا خبش تهبلونا وشنو حكايتكم راهو ما نجمش على خاطر انا حاجتي بملاعبي رابيد الملاعب يجري ذب ذبين كي نحط انا اليوم الفيتيس اللي يجري بيه العاشوري ونقارنه بالفيتيس اللي يجري بيه يوسف المساكني كيف كيف ما هماش كيف كيف راهو اليوم المساكني كبر في العمر ما عادش ينجم يعدي لك ملاعب زوز وثلاث بينما راهو العاشوري بسم الله ما شاء الله عليه وراني نرجع ونذكر ونقول كي تحب تحط ملاعبي يكون ملاعبي بلو رابيد. في نهايه الحلقه خلينا نقولوا ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي غدوه يجيب الثلاثه نقاط ونترشحوا من غير مزيد حتى واحد ومن غير الزهر وكاللغة ذيك خاطر تحب ولا تكره اللي يحب يترشح لازم يربح ماتشواته.